راك ملي داير واحد الاسباس اللي كنديروا فيه بزاف ديال لي زيفينمون دي لايف هي سون بات برودكسيون على باز ولكن او ميم طون كنديروا حتى ليفينمونسيال اليوم كان عندنا واحد لو جور سبيسيال ديال الماتش ديال الورلد كاب ما بين المغرب و ما بين المغرب وبلجيكا وبحق كنا متخوفين بزاف بهذا الماتش حيت بقى لنا غير كندا ما كانش توقعات ديال انا شخصيا ما كانش عندي واحد التوقعات كبيره ولكن بهذه المفاجاه هذه كنظن نقدر نوصلوا بعيد بزاف الحمد لله احنا اليوم فرحانين بالفوز ديال المنتخب الوطني المغربي احنا كنا عارفين ان وليد الركراك غادي يدخل بطاكشيك اللي يكون سبيسيال الدراري داروا لا غرينتا جمهور قال الكلمه ديالو في قطر ان شاء الله احنا متوقعين اننا نفوزوا في المقابله ديال بلجيكا ان شاء الله وندوزوا للدور الثاني ونحققوا ان شاء الله التاهل من بعد 86 وهنيئا لنا بفوز المنتخب والفوز من 98 محقنا هذا الفوز شكرا ديما مغرب حنايا فرحانين بزاف بالفوز ديالنا وحنايا الحمد لله تايقين في وليد الركراكي حيت ان شاء الله بحول الله غادي نتاهلوا والكندا ان شاء الله في الماتش الجاي غادي نربحوها ان شاء الله بحول الله وشي اخوتي نقول لكم واحد الهضره مهمه شتي انا راني مريض وجاي باش نشجع بلادي حيت بلادي راه هي الاولى مبروك علينا كاملين صراحه حنا كمغاربه محتاجين نفرحوا محتاجين نشطوا وفرحونا ونشطونا وقلبنا كان معاهم قلبنا كيدق وكنقول لهم مبروك مبروك علينا مبروك على الشعب المغربي كامل فعلا حنا في واحد الازمه كنعرف هذا الشيء كامل ولكن كنا محتاجين هذه الفرحه هذه باش نفرحوا بها كاملين وان شاء الله مازال القادم اجمل ان شاء الله كان ماتش زوين وشرفنا المغرب صراحة المغرب شرفنا بزاف في هذه المقابلة هذه وإن شاء الله نربحوا حتى مع كندا. تنشكروا اللاعبين المغاربة والمدرب وليد الركراكي تنشكروهم كاملين وحنايا ديما مغرب ونبقاو تنشجعوا المغرب ما نسيناش حاجة وحدة اللي مضرورين منا الوالدين ديالنا هو اللي تدونا في الأسعار ما نسيناش وديما مغرب وديما مغرب الحمد لله فوز مستحق كنا كنتسناو هذا الفوز هذا واللعابة راه لعبوا رجال وتقاتلوا وضحاوا بالنفس كنا كنشوفوهم لاعبين بالنفس مقاتلين والحمد لله ربي ما خيبناش وجوج لزيرو وديما مغرب فيليسيتاسيون اون اتر ايكيب ناسيونال وكان عندنا واحد لافي بوزيتيف اللي هو يربحوا فهمتيني ليكيب ناسيونال والحمد لله هذا الشيء اللي تحقق وان سويت لو بروشان ماتش تكون لا فيكتوار وندوزو ان شاء الله لو دوزيام تور تنشكر المغرب على هذا الفوز هذا وتحيه عسكريه وتحيه مغربيه من هنا حتى للموت